يا مساء الخير والعافية، شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم طيبين وزينين ومرتاحين. التوسيد اليوم زيوني انتظروا هذا المشروع زيوني الجديد ما نعلن عنه قريبا يا حبيبي محلك ان شاء الله ويا رب يسلسل المشاريع بالدوار ستايل كريس زيوني حبيبي اهل بغداد طبعا المكان زيونة ها سرور انتم جماعه حلوه بغداد العالم كلها موجوده في دور المكياج كل شيء هاي تبرزت ستايل كله حبيبي حبيبي بعد روح بعد ما اكو ثقه بالاهل والغربه قمت المايه غسله قبل لا اشوفه الله اكبر جبت عمر قصب وانطعن قالوا ناي ما اريد انطعن خلونا ابو القصب لكن نورها لك والقران فرحان لك سويت ما تعبت؟ ها؟ ما تعبت؟ لا راح اتعب بمشروعك اكثر من هذا التعب قول والله والله وعد بس ما يصير ندخل هاي المعزوفات يا زيوني ما يصير شوف اتهموك وغلبك تخبل والله تخبل شلون نطلع له زين اخوي نطلع له يعني شي حلو يلا بنين حسي بنين مو سوى عندك علاقة حب ويا ترى يعني علاقة جدية لو تشاقة شنو السالفة؟ اكو شاقة؟ يعني صدق يابا كريم يحب بنين عن مين؟ يلا هات شيء واحد يلا
خطابة زين شلون افوت يا وليد؟ خربني خربني حي الله سعود. علاء سعود منين؟ من السعودية. من السعود. السعودي اسمه الساعة بالخمسة وخمسة. علاء سعود نورت. نورت حبيبي. نورت. علي الشيخ ليث الراشد. إن شاء الله أنت ما. إن شاء الله علي الشيخ. علي إن شاء الله راشد. الله يسمع من حلقة. والله علي الشيخ نفرح بك فرحة صديق كبير. مالكم غلط. هسه أفاجئكم أجيكم مباغتة. برميل. برميل. علي الشيخ الحنة ايش راح تصير؟ بويا شنو راح تصير؟ تصريح تصريح الحنة اسبوع العراقي يصيح اخ راسي. انوار يمتى هسه؟ يمتى؟ ان شاء الله. شوف هذا شو يقول لك كذاب هو اللي بصفه. اه وحق علي كذابين 40 سنة كذاب ذاك 50 ذاك 50 والله وهذا 40 صدق انوار لازم يعني لازم تستعجل والله ان شاء الله قريبا والله كافي الثاني اه